صباح النور من جديد مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى القسم الأخير من حلقتنا لليوم، والبداية مع الحمية الغذائية، حيث يخسر العديد من الأشخاص الجسم الوزن الزائد في الجسم بسرعة، بعدها يدخل على المرحلة الثانية، تصبح عملية خسارة الوزن أصعب إلى أن يصل الجسم إلى ما يسمى بمرحلة البلاتو أو ثبات الوزن. في هذه الحالة ماذا نفعل وكيف نتصرف وهل نغير حميتنا وغيرها من الأسئلة نطرحها على ضيفتنا الاختصاصية في التغذية رولا غدار. صباح النور رولا. صباح الخير. موضوع جدا مهم وكلنا بندخل بحالة ثبات الوزن وبيجي معه الأحباط وكثير أشياء هنتكلم عنها. بداية أخبرينا ما هو ثبات الوزن؟ ما هي مرحلة البلاتو؟ أوكي. هلأ ثبات الوزن كتير مهم نحن نعرف أنه هي بدنا ننطر فترة على القليلة فترة أسبوعين أو شهر نحن نكون عم نشوف فيها الوزن تنقول الوزن ثبت، لأنه بصير مع كتير من العالم أنه بيكونوا عم بيراقبوا وزنهم يوميا ويقولوا أنه أنا وزني ما عم يتغير ما عم يتغير، بس الوزن بده وقت تيكون عم يتغير. ومراقبة الوزن بهيدا الشكل كمان هي منا كتير دقيقة، لأنه الوزن كمؤشر هو منه دقيق، خصوصا إذا نحن عم نشوفه يوميا. يعني كتير ممكن إشياء تتغير بالجسم، أوقات ممكن يزيد مي، أوقات ممكن يكون خصوصا للنساء ممكن يكون عم نقطع بفترة ما قبل الدورة الشهرية نحس أنه جسمنا عبى مي، فبتغير الرقم على الميزان. فالوزن بحد ذاته هو منه مؤشر دقيق جدا على النتائج. فمثل ما حكينا قبل الهوى في شيء قصة التغييرات بديكم بزجان أو نوعية الوزن، وزن الجسم فيما يخص عالم الدايت أو الحميات الغذائية بنقسمه للعضل والدهون. صح، يعني ممكن حتى اوقات في اشخاص يكون العضل عنده عم بزيد وتطلع على الميزان تلاقي انه يا الله انا كيف وزني زاد. مشان هيك انا شخصيا بطريقه شغلي ما بركز كثير على الرقم على الميزان، وبحاول بعد المشتركين اللي بيكونوا معي انه يراقبوا الوزن كثير، لانه اذا وزنك زاد من العضل هذا الشيء كثير ايجابي، انت جسمك عم يحرق اكثر، انت جسمك صار اقوى، فهذا الشيء. واذا بننزل دهون إيجابي وإيجابي وإيجابي، يعني كلنا بنتمنى نوصل لهذه الحالة، وأحيانا بيكون بنكتسب عضل في نفس الوقت اللي بنخسر فيه دهون، فيبدو أنه الوزن ثابت ولكن هو مش ثابت. مزبوط. ولكن اليوم خلينا نخصص الحديث أكثر عن ثبات الوزن اللي أوكي. هو فعلا بنوصل لمرحلة الجسم ما بيتغير فيه ولا شيء. الفترة اللي بعدها بنقول أنه إحنا في حالة ثبات وزن بعد قديه؟ حسب كل جسم، حسب كل شخص، حسب الحمية اللي عم يتبعها كل شخص أو طريقة الأكل يلي عم ياخدها كل شخص. بس أنا بالنسبة لإلي الوزن بس يثبت هي رسالة الجسم عم يبعثها لإلنا. يعني نحن بدل ما يصير في عنا إحباط من هيدا الموضوع نحاول نفهم جسمنا شو عم بقلنا، ليش ما عم ينزل. بمعظم الأوقات الجسم ببطل يخسر وزن بس يكون حاسس بعدم الأمان. شو يعني عدم الأمان؟ يعني إذا نحن ما عم نعطي الجسم كمية أكل كافية، وهيدا اللي بصير بمعظم الحميات، لأنه نحن بالحميات عم نحدد كتير كمية الأكل لإلنا، أوقات منحسس الجسم إنه ما في أكل، بخاف، بفوت بمرحلة بصير بخفف من نسبة الحرق عند بالجسم عشان يخزن، عشان خايفين انه طيب ما في اكل، ما عم تعطيني طاقه، انا كيف بدي اعيش؟ فهو الجسم عم يعمل هيدا الشيء لمصلحتنا نحن نعيش لفتره اطول، بخفف قد ايه جسمنا عم يحرق، بصير يخاف يتخلى عن الدهون. بقول انه هلا انا خليني احافظ على الدهون كرمال هيدي الدهون اللي حتعطيني طاقه، طالما هيدا الشخص ما عم يعطيني الطاقه من الاكل. في خدعه كلنا بندخل فيها انه اول فتره اتباع الحميه الغذائيه خاصه للناس اللي عندهم وزن زايد كبير في أول فترة بيخسر وزن ضخم، يعني الأرقام بتكون ضخمة، فكثير من الناس بتفتكر أنه هذا هو معدل نزول الوزن. صح. المناسب لي أنه أنا مفروض أنزل بالأسبوع مثلا 5 كيلو. لماذا في فترة الحمية الأولى بننزل وزن كثير وبعدها بيثبت الرقم أو بيقل لدرجة أنه يوصل للصفر؟ لأنه بيكون الجسم بعد ما عمل هاي ردة الفعل يلي قلت لك عنها، وبعدين بيكون في فرق كبير من قبل وبعد، وبيكون حتى نسبة الحرق بتكون طبيعية.
يعني نحن كل ما نمشي بنظام حمية عم نعطي جسمنا أقل من ما هو بحاجة، كل ما نسبة الحرق بجسمنا حتخف. طيب إذن مفتاح السر هنا أنه نرجع نعلي نسبة الحرق في الجسم، مزبوط، ونحسن خلينا جسمنا بالأمان ونحسس جسمنا بالامان. اذا خلينا نتكلم عن الخيارات اللي ممكن تكون الناس بتتبعها والصحيح منها والصحي والغير صحيح. منها في ناس بتعمل تغيير اسلوب الدايت، يعني مثلا بيكونوا بيتبعوا حميه غذائيه معينه بيحولوها لحميه غذائيه ثانيه، هل هذا الاسلوب ناجح في خداع الجسم وتحسيسه بالامان زي ما تفضلتي؟ هلا حسب شو هي الطريقه الثانيه اللي هن عم يتبعوها، بس انا شخصيا بعتبر انه لازم الجسم كل 5 ساعات يكون عم ياكل وجبات متكامله، يكون عم ياخذ النشويات اللي هو بحاجه لها تيعمل طاقه، البروتينات، الدهون، الخضار، ما نمرقوا فترات طويله بلا اكل ونحسسه انه لا الاكل موجود وانت مش محروم. وكمان المهم كثير بهيدي الفتره اذا شخص وصل لهذا الشيء انه يعمل مرونه بطريقه الاكل له، يعني ما يكون كثير عم يقسى على حاله او عم يعمل ضغط او هيك، يكون عم بيكون مرن، يعني عم بدخل من الاكلات يلي هو لنقول كان حارم حاله منها. يبلش يدخلها شوي شوي بطريقه معينه تا يحسس الجسم انه احنا في امان وفي اكل. واحدة من وفي طاقة. طيب رولا، واحدة من الطرق كمان اللي هي التشيت ميل أو الوجبة المخادعة، والفكرة من وراها أنه خداع الجسم وتحسيسه أنه إحنا لا نتبع حمية غذائية، في أكل وفي وجبة كبيرة بتدخل. هل هذا الأسلوب كمان ناجح في خداع الجسم أو هي الفكرة بحد ذاتها فكرة فيها مرونة معينة، ولكن أنا شخصيا ما بحب سميها غش، ما بحب سميها تشيت ميل أو وجبة الغش، لأنه بشكل عام نحن ما بدنا نحط بعقلنا أنه أنا يا عم بمشي يا أنا بنظام يا أنا عم بهجم. أوكي، بدنا نحاول نكون بطريقة مستدامة نلاقي هيدا النظام اللي فينا نكمل فيه عطول، مش أنه أنا بس هلأ عم بعمله وبعدين رح أرجع أهجم، ويكون هيدا المرونة فينا نعملها أمتى ما بدنا، مش أنه بس أنا عندي هيدا لنقول تشيت داي نهار السبت، لا بركي أنا أجا عبالي هيدا الشيء نهار الأربعاء أو بركي أجا عبالي نهار التنين. فهيدا المرونة بالأكل هي كتير مهمة تيبقى عنا علاقة إيجابية مع الأكل وتنقدر نكمل بالشيء اللي نحن عم نعمله من دون ما نحس انه بضغط معين او من دون ما نحس انه انا بدي اغير او بدي اعمل شيء ثاني او هيك. ونحاول موضوع الوزن نكون قد ما فينا حياديين تجاهه، لانه في نقطه كثير مهمه بدي ركز عليها اللي هي الفرق بين الوزن المثالي والوزن البيولوجي. لانه كثير عالم اوقات بتضغط على جسمها تتوصل لهيدا الوزن المثالي اللي نحن اوقات بيقولوا لنا انه انت طولك هيك وزنك لازم يكون هيك. صح. اوكي، او مثلا اذا عم تعمل البودي كومبوزيشن بيقولوا لك هيدا الوزن اللي بدك توصلي له، ولكن هيدا الوزن منه واقعي لكل العالم، لانه نحن خلقنا بالجينات اللي قلنا في اشخاص خلقوا باجسام اكبر وفي اشخاص خلقوا باجسام اصغر. ولو كلياتنا بالعالم اكلنا نفس الاكل وعملنا نفس الرياضه رح يبقوا اشكال اجسامنا مختلفه. رائع. اوكي، فاذا في شيء اسمه وزن بيولوجي، انت الجينات تبعك في شيء وزن واقعي لإلك وفي وزن مش واقعي لإلك، وفي خيار مخصص لجسمك. صح، في وزن مش معنا جسمك شكل واحد مفروض كلنا نلحقه، وهذا اهم معلومه رولا. 100%. باقي معي دقيقه، اخبريني عن نصائحك لنزول مناسب للوزن والمحافظه على خساره الوزن للي حابين يخسر وزن ولكن بطريقه صحيه دون ان يضر اجسامهم. اول شغله هي انه الهدف اللي هن حاطينه يكون هدف واقعي، قد ما فيهم ما يعملوا ستريس على الموضوع، يعني مش انه نحن نضل بدنا نراقب الوزن ونطلع ويه ونزل وما نزل وهيدا، لانه حتى في دراسه معينه فرجت انه كل مره بتطلعي على الميزان لو وزنك نزل ولو وزنك طلع هيدا الشيء بخليك تروحي وتاكلي. اوكي، فكل ما نحن بعدنا على الميزان كل ما هيدا الشيء افضل، وخلينا جسمنا هو ناتشرلي بشكل طبيعي يوصل على الوزن البيولوجي اللي هو بيريحه، لانه الوزن اذا بده اذا جسمك اذا بده يخسر وزن رح يخسره من دون ما انت تكوني عم تدقق على هذا الشيء. نغذي الجسم بشكل متكامل، يعني نحسسه بالامان، ما نحسسه انه الاكل مش موجود او نجوعه او نحرمه بشكل كبير، ونترك المرونه يلي حكيت عنها، لانه من دون هيدي المرونه رح نكون عم ننزع علاقتنا
مع الأكل، وهيدا الشيء بيعمل ردة فعل عكسية بالمستقبل وين منصير نهجم على الأكل وبيرجع كل الوزن اللي نحن حاولنا نخسره منزيده إذا ما منزيد أكثر منه. وخليني أرجع عيد النقطة لأنه جدا عجبتني، أنه نختار ونفضل الخيارات المخصصة لنا إحنا. صح. نقبل نفسنا، نحب نفسنا، ما في وزن بيخلي إنسان أجمل. كل صح. هذه الخيارات لتكون الحياة صحية أكثر ولا صح. علاقة لها لا بشكل ولا بحجم. الجميع حلوين، حتى النساء اللي عندهم هذا الضغط، لأنه دائما بنوعي عليه هذا الضغط. كل النساء جميلات في كل الأوزان في كل الأشكال، هي خيارات لحياة صحية أفضل صح. وليس لشكل أجمل. تركيز على الصحة أكثر من أكثر من الوزن والإحساس. يعني الشخص يكون عم يأكل شيء مرتاح، حاسس حاله مبسوط بالأكل يلي عم ياخده، حاسس معدته مرتاحة، الطاقة عنده، أكثر من أنه الوزن طلع الوزن نزل، لأنه هيدا بيعمل ضغط زيادة وما بي وبنبطل نستمتع صح. بالحياة. وأهم شيء في الحياة أنه نتعلم نستمتع فيها. شكرا جزيلا أخصائية التغذية رولا غدار على كل الأفكار الحلوة اللي أعطيتينا إياها اليوم. شكرا.